إلى ختام محطاتنا لليوم، ومن المعروف عن جامعة دمشق العريقة طبعا تخريجها للكثير من الدفعات وأيضا نيل الكثير من التصنيفات العالمية مؤخرا، وحفاظها على مستوى تعليمي مهم جدا برغم كل الظروف يلي تعرضت للبلد، ولكن قدرت هي الجامعة أنه تحافظ على مكانتها وتحافظ على خريجيها. وأكيد نفتخر دائما بكل هالخريجين وبكل الأطباء والدكاترة من جامعة. ومنفتخر اليوم أكثر كمان سلمى أنه نحن بظل هذا الحصار وبظل هاي الظروف الصعبة، سواء كانت الظروف الاقتصادية أو حتى أنواع الحصار بمختلف أنواعها، فنحن قادرين دائما بجامعة دمشق أنه نحجز الأماكن العليا بكافة التصنيفات العالمية، ونثبت دائما أنه الأطباء والمبدعين السوريين دائما هن إذا بدنا نقول رقم واحد بمختلف أنحاء العالم. اليوم 43 باحثة شابة من جامعة دمشق نالوا التكريم على مدرج الجامعة، ومنهم الأستاذة الدكتورة في طب الفم عبير أحمد الجوجو يلي حصلت على المرتبة الأولى في كلية طب الأسنان، ونتعرف أكيد على الإنجازات العلمية اللي قدمتها لحتى تنال وتستحق هذا التكريم. بس بدنا نقول لك يسعد لي صباحك دكتورة. صباح الخير، أهلا يعطيكم العافية، أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة. عادة نكون هيك عم نحكي شوي اختصاص علمي وطبي مع حضرتك، اليوم مستضيفينك لنحكي عن هذا الإنجاز الأخير لحضرتك ولعدد من السيدات وخليني أقول المكرمات بجامعة دمشق. نحكي بداية عن هذا التكريم وتفاصيله. صباح الخير والله يعطيكم العافية. هلأ حقيقة وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق مشكورة بلفتة كريمة قامت مؤخرا يوم الأحد 4 آب بفعالية هي الأولى من نوعها لتكريم الباحثات الشابات في جامعة دمشق، وهي نظمت هذه الفعالية لباحثاتها وحطت معايير لتشوف الباحثات وإنجازاتهم وتقيم هذه الإنجازات اللي هي ساهمت أيضا بدعم الجامعة ورفع مستواها ورفع حتى تصنيفها. تم ترشيح للجائزة هي ولهذا التكريم 133 باحثة، واعتمدوا على معايير أكاديمية لنرشح هدول السيدات الباحثات لهذا التكريم. بعد وضع المعايير واللي هي بتشمل إنجازات الباحثات من نشر أبحاث علمية، مشاركات بحثية بمؤتمرات دولية ومحلية وحتى أقليمية، حصول الباحثات على جوائز محلية أو حتى عالمية، لوضع نقاط لهم وترتيبهم ونشوف مين الباحثات اللي حققوا النقاط الأعلى. تم تنظيم الفعالية هاي، ومثل ما حكيت أنه تم ترشيح 133 باحثة، بعدين حصلت 43 باحثة على النقاط الأعلى وفق المعايير يلي ذكرناها. فكان لي الشرف أنا الحمد لله أني يكون ضمن الباحثات المكرمات وحصلت على المرتبة الأولى بكلية طب الأسنان. هلأ التكريم بشكل عام هو يعني فعلا كانت لفتة كريمة وسعيدة، يعني أسعدتنا نحن الباحثات لأنه هو نوع من التقدير لجهودنا، وهذا الشيء نحن مندين فيه لجامعتنا الأم، جامعتنا العريقة الغالية على قلوبنا جامعة دمشق، واللي أيضا بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق ووحدة تمكين المرأة الأكاديمية في جامعة دمشق مشكورة أيضا. يعني هو كان فكرة وجهود متضافرة من عدة فعاليات لتكريم السيدات الباحثات، وهذا الشيء بصراحة يعني ما فات لجامعتنا أن تمشي فيه ضمن توجه عالمي. اليونسكو من عام 1998 وضعت جائزة عالمية التفتت لدور المرأة الأكاديمية، وضعت جائزة سموها الجائزة العالمية لتكريم السيدات الباحثات بمختلف العلوم الطبية الهندسية الإنسانية، واعتمدوا أنه كل سنة حول العالم أو بالأقاليم يكرموا السيدات الرائدات بالبحث العلمي اللي قادراتها على إنجاز الأبحاث المهمة اللي لها تطبيقاتها العملية على تحسين مستوى المجتمع، وصاروا كل سنة يكرموا هدول السيدات. فجامعتنا الحمد لله ما فات هذا الأمر ونظرت إلنا، وهذا شيء يعني بيحفز وبيسعد وبيخلق جو حتى من الرضا لإلنا نحن أنه نحن عملنا هو مقدر وجامعتنا مقدرة هذا العمل، وبالنهاية أيضا بيخلق جو من المنافسة تمام. بين الزميلات وحتى بين الباحثين بشكل عام، كلهم ليبذل جهده وقصارة جهده ويقدم أحسن ما عنده، وهذا بالمدى البعيد
أو القريب سينعكس حتما على منتجات الجامعة وعلى تحسين الواقع المجتمعي. هلأ نحن ما بننكر قد التكريم هو فعلا لفتة رائعة إن كان للباحثين أو حتى في عمل الباحثات، لكن اليوم بالإضافة لهذا التكريم أبحاث كثيرة عم يقوم فيها الأطباء السوريين وعم يثبتوا فعلا أنه هنا على قدر هذا التطور اللي عم يصير بمختلف أنحاء العالم، قد عم بتلاقوا دعم يمكن لكل فكرة جديدة ولكل بحث قادر يعمل تغيير في جذري إذا بدنا نقول في الطب وفي بعض التفاصيل يلي حضرتكم بتعرفوها، قد ممكن تلاقوا الدعم ما تضل هي أفكار مكتوبة أو أفكار مقروءة؟ تماما، نحن ككادر بحثي كأساتذة جامعيين عم نشتغل ضمن إطار الجامعة جامعة دمشق، وإذا بدي أحكي على نفسنا نحن بالكادر الطبي يعني بكلية طب الأسنان أو بالكليات الطبية، نحن بيراجعنا مرضى ونحن منواجه المشكلات الطبية المجتمعية، كليتنا بيراجعها عدد هائل من المرضى اللي ممكن يكون عندهم حالات معقدة تحتاج علاجات متقدمة، تحتاج ابتكار معالجات حديثة، فنحن ضمن هذه الحاضنة. أنا ما فيني لحالي قوم ببحث علمي أو عالج مرضى بنفسي لوحدي بعيادتي أو حتى ببيتي، نحن نحتاج هذه الحاضنة. وفعلا جامعة دمشق قدمت لنا البنية التحتية، الأجهزة الحديثة. أنا بحكي على قسمي وعلى نفسي، يعني أنا شخصيا هلأ أنا النقاط اللي حصلت عليها من خلال الأبحاث اللي نشرتها مجلات بريطانية ومجلات أمريكية، وهي مجلات مصنفة عالية لحالات مرضية ولأبحاث أنجزت بجامعة دمشق وبقسم طب الفم. أحد بعض الأبحاث كانت مثلا لابتكار معالجات حديثة، سواء من تطبيقنا لمستخلصات نباتية جديدة لتدبير أمراض معندة على العلاج التقليدي، استخدام الليزر بمعالجات أفات فموية. أنا وطلابي طبعا طلاب الماجستير طلاب الدكتوراه بهذا القسم وزملائي الأساتذة وبالكلية كلها، فنحن فعلا كنا قادرين ضمن الجامعة وضمن دعمها وضمن هالبيئة اللي عم نشتغل فيها البحثية انه ننتج ابحاث تكون صالحة للنشر بأرقى المجلات ونثبت نفسنا. انا فيني اعمل بحث ويبقى حبيث المخابر، بيسموها الفانتازية العلمية، اعمل بحث ويضل بالمخبر، وفيني اعمل بحث وانا اطور معالجة او تقنية تنعكس على مرضانا لتدبير حالات معقدة. وفعلا هذا اللي حصل، احنا قمنا بمعالجة حالات امراض مناعية ذاتية مثل الفقاع مثل الحزاز وحتى حالات القلاع الشديدة، أمراض الفموية الإنتانية الفطرية، ابتكرنا معالجات حديثة ورائدة وعطت نتائج ممتازة على مرضانا، وتم توثيق هذا العمل من خلال نشره بالمجلات العالمية، وهذا بالنهاية بينعكس على السمعة الأكاديمية لجامعتنا. طبعاً السمعة الأكاديمية، الجامعة بتاخذ سمعتها من منتجاتها اللي هي خريجينا والأبحاث التي تنتجها. فالحمد لله نحن تمكننا من هذا الشيء، بالإضافة إلى أنه أنا شخصياً وغيري من الباحثات، أنا تم إفادي من إفاد خارجي من جامعة دمشق وزارة التعليم العالي، مثلت بلدي 3 مرات بالولايات المتحدة الأمريكية كمحاضرة بفترة الحرب بفترة الحصار العالمي علينا بأبحاث قيمة، أحد الأبحاث كان بحث جيني، 3 مرات محاضرة بالولايات المتحدة الأمريكية، رفعنا العلم السوري وشعار جامعة دمشق، وفعلا كانت هي الأبحاث تلاقي الاهتمام والسؤال من رواد المؤتمرات العالمية يلي كان يشارك فيها أطباء أسنان من حول العالم. أحد المؤتمرات كان عدد المشاركين هو 20,000 طبيب أسنان من حول العالم، لما اسمنا موجود ضمن السكادول تبع البرنامج وجامعة دمشق وسيريا كان هذا شرف كبير لنا وشي بيصير. بالإضافة اللي أني شاركت بمؤتمر نقابة أطباء الأسنان الأردنيين وشاركت بمؤتمر لجامعة جيهان بإربيل العراق، وفرجيناهم أبحاثنا عرضنا أبحاثنا اللي عم ننتجها بجامعة دمشق، واللي لقيت فعلا التقدير والاحترام، وهذا أقل الواجب نحن لنرد الجميل لجامعتنا ولا نرفع اسمها عاليا نثبت انه نثبت العمل اللي احنا عم نشتغل فيه انه هو فعلا أكيد. عمل مميز أكيد. يعني بظل الوقت اللي يمكن في كثير بيحكوا عن هجره الطبيب السوري الى الخارج وفقدان سوريا للعديد من اطباء بمجالات مختلفه بسبب الحرب وتميزهم بالخارج، خلينا نقول يبرز اليوم الباحثات الشابات وايضا الاكاديميات على قدرتهم اليوم على الحفاظ على هذه السمعه وتواجدهم مثل ما قلتي حضرتك
هي المؤتمرات تعتبر علامة بارزة اليوم لجامعة دمشق، وقريبا كان تصنيف جديد أضيف إلى جامعة دمشق. هي التصنيفات العلمية وهي النوع من المسابقات أو خلينا نقول التكريمات قدي بيغني أيضا اليوم وبيرفع من سوية جامعة دمشق كجامعة وكاسم وفائدة للخريجين منها. نعم، هلا كما ذكرت انه التكريم هو من خطوات التميز لاي مؤسسه وخاصه الجامعات. لما الجامعه بتكرم كوادرها، لما بتكرم كوادرها معناتها هذا بيعطي شعور لاي باحث انه انا جهودي مقدره، فبتحفزه للعمل اكثر والانتاج اكثر، وبتحفز الزملاء للعمل اكثر، بيخلق هاي المنافسه الشريفه لان انتج افضل ما عندي. لما انا بنتج افضل ما عندي بدوري أنا كأكاديمية وأستاذة جامعية، أنا ساعتها بقدر أرفع من سوية خريجيني، بقدر والخريجين هن منتجاتنا، هن رسلنا، هن سفراءنا للخارج وللدول الخارجية، سواء اللي بيسافر للاختصاص أو للعمل. هذا الشيء بالنهاية بده ينعكس على تصنيف الجامعة. مثل ما ذكرنا قبل شوي، الأبحاث المنشورة وما يسمى citations أو الاستشهادات لهذه الأبحاث بالإضافة للسمعة الأكاديمية لهؤلاء الخريجين، هذا كله بيدخل بالتصنيف. نعم. تصنيف الجامعة ورفع مستواها العلمي بين الجامعات حول العالم. طبعا اليوم كمان عم نشوف من ضمن الأبحاث كتير هامة طلاب لشهادة الدكتور ورسالة الدكتوراه اللي عم تتقدم أدي اليوم، كمان ممكن تأخذ فعلا على محمل الجد بشكل كتير كبير ونطبق بعض الأفكار الجديدة اللي عم تحملها هي الرسائل على أرض الواقع. تماما. هلا انا بقدر احكي على كليتي، كليه طب الاسنان، التي تعنى بامراض الاسنان وامراض الفم. امراض الفم من الامراض السرطانيه الى الامراض الانتانيه الى امراض الاسنان والنخور والترميم والتعويض والزرع السني بكافه التخصصات. ف نحن بكليتنا اخذين منهج خاصة لمستوى، لما بيوصل الطالب لمستوى بحث دكتوراه ما عم يتم تسجيل إلا الأبحاث الرائدة واللي بيكون فيها أفكار جديدة وتنعكس على المجتمع. حتى صار يطلع بالخمس سنوات الأخيرة تقريبا مصطلح التشاركية البحثية، فما بتلاقي بحث أنه دكتوراه بكلية طب الأسنان، لا بيكون هو هذا البحث بتشاركية مع كلية الهندسة، أدخلوا تقانات النانو تكنولوجي مثلا لابتكار طرق معالجة أو تقنيات حديثة، بتلاقي بحث متشارك من كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة لاستخلاص مستخلصات نباتية خاصة تطرح كبديل لعلاج دوائي مثلا له آثاره الجانبية، أبحاث مشاركة مع الطب البشري. فهالأبحاث فعلا هي عم تكون حديثة، بعض الأبحاث عم تكون أول مرة تكون الأولى على مستوى العالم، أول مرة تجرى، وفعلا عم تجرى بشكل كتير رائع مما عم نعكس على مرضانا. نحن هذه الأبحاث كلها سريرية وعلى مرضى، عم تنعكس على جودة حياتهم لحل مشكلة مرضية مهمة مثلا، وبنعكس بالنهاية على تصنيف جامعاتنا ورفع جودتها. فهي العملية متكاملة، دائما يجب ربط البحث العلمي مع المجتمع. أنا ضيء على مشكلة مجتمعية، ما مجتمعية ممكن تكون اقتصادية طبية بالرعاية المجتمعية بالرعاية الصحية، أنا لما بضيء على المشكلة بقدر ساعتها أكون قادر على حلها. فربط المجتمع بالجامعة والأبحاث العلمية هو من أهم أهداف الجامعة ومن أهم المنتجات اللي ممكن تحققها الجامعة لرفع تصنيفها ورفع أدائها ولأثبات نفسها بين الجامعات العالمية. أكيد. دكتورة عبير، خلينا نحكي اليوم، كمان حضرتك ذكرتي أنه في معايير كانت مهمة جداً تم قياس على أساس الأبحاث اللي تقدمت، وبالنهاية من 100 وشوي لوصلنا لل 43. كمان هاي المعايير قديش تميزتوا فيها كجامعة، تميزت اليوم بوضع هاي المعايير للوصول لنخبة النخبة مثل ما بيقولوا. أكيد كل اللي قدموا أبحاث هن المتميزين، ولكن اخترتوا نخبة النخبة للوصول لل... تماماً. مثل ما حكيت بداية، مشكورة مديرية البحث العلمي بالجامعة، هي اللي تكفلت بوضع النقاط وآلية تثقيل هذه النقاط لإعطاء الدرجات للباحثات. فكان المعيار الأول مثلا أخذوه، نحن عم نحكي ضمن مصطلح شيء اسمه الباحثات الشابات، أنه يكون عمر الباحثة تحت عمر 45 سنة، وهذا مصطلح عالمي.
ثانياً عدد الأبحاث المنشورة ونوعيتها تأثيرها، شو المجلة، لأنه المجلات أيضاً تصنف في رينك إلى رباعي أول ثاني ثالث حسب أهميتها وعدد الاستشهادات اللي بتطلقها هذه المجلات. فإذا العمر، عدد الأبحاث المنشورة ونوعيتها، الجوائز التي حصلت عليها السيدة الباحثة، وما يسمى النشاط البحثي، المشاركات ضمن المؤتمرات العالمية أو المحلية أو حتى الإقليمية. فأعطيت نقاط، أنا مثلا ناشرة بمجلة Q1 بالربيع الأول ضمن أول 25% من المجلات كأهمية، تعطى نقاط معينة، بينما أنا لو ناشرة بQ2 تأخذ نقطة أخرى. فبعملوا مثل جدول لتفقيل هذه العلامات، كان المرشحات الأوليات ضمن النقاط أو المعايير التضمين للباحثات 133 باحثة، اللي حققوا النقاط الأعلى هن ضمن هذه المعايير كان عددهم 43، توزعوا على مختلف كليات جامعة دمشق ومعاهدها وفروعها، بكل كلية كان في 3 أو 4 باحثات حققوا النقاط حسب هذه المعايير. اليوم إذا بدنا نحكي عن الناحية الشخصية دكتورة، شو هو البحث اللي عم تشتغلي حضرتك عليه في حال وجد، واليوم شو هي، يمكن هل في نية انه تشاركي كمان ببعض المؤتمرات الدولية وترجعي كمان عن جديد، ترجعي تثبتي اسم الجامعة السورية اللي اكيد كلياتنا بنفتخر انه انضممنا لها ونفتخر باسمها؟ نعم. هلا انا بموقعي، كلهم بموقعه، كل باحثة وكل سيدة ضمن تخصصها وموقعها، انا بموقعي كأستاذة جامعية بقسم طب الفم، نحن نعنى بأمراض الفم ووبائيات هذه الأمراض. نحن عنا كثير أبحاث بتدرس انتشار حالة مرضية معينة، عوامل الخطورة لحالة مرضية معينة، وهي من الأبحاث المهمة جدا لأنها بتضيء على على مرض معين وشو هي عوامل الخطورة اللي عم تسبب هذا المرض، وبالتالي أنا بقدر عالجها. بالإضافة إلى أنه نحن أخذين منحة استنباط أو إجراء معالجات نوعية وحديثة تسمى novel treatments لأمراض مستعصية على العلاج. فمثلا أنا أحد أبحاثي اللي شاركت فيها، وأنا طبعا ناوي أكيد أنا أي مؤتمر خارجي بس شوف الإعلان تبعه دغري بعمل application submission لمشاركة بمحاضرة ما، ومنتظر إن شاء الله القبول، وأكيد لسه المستقبل أمامنا بإذن الله نرفع اسم جامعتنا. آخر الأبحاث اللي أجريناها كان أنا عندي بحثين على مرضى التلاسيميا ومرضى فقر الدم المنجلي، هن أمراض منتشرة مستوطنة في بلدنا، عندنا إياها منتشرة في مجتمعنا. درسنا نحن عندهم بعض المشكلات الفموية اللي بتتعلق بتغيرات لعابية، وهذا البحث أنا ألقيت في محاضرة بالمؤتمر الثالث للبيولوجيا الخلوية اللي أجري مؤخرا برعاية كلية الطب وهيئة البحث العلمي. فنحن دائما عم نشتغل على الأبحاث المهمة يلي بتخص مجتمعنا. نعم. بالإضافة أنا عندي مجموعة من الأبحاث اللي استخدمنا فيها تقنية الليزر لعلاج آفات فموية، منها الآفت أو القلاع الفموي، منها الهيربس الحلق الشفوي، استخدمنا الليزر، استخدمنا مستخلصات نباتية. مثلا في عندي طالبة ماجستير أجرت بحث هلأ على خلاصة أوراق الزيتون. أوراق الزيتون السوري، لأنه بتختلف أيضاً محتوى أي نبتة من بلد إلى آخر، فأوراق الزيتون السوري اللي تم استخلاص منها مواد مضادة للالتهاب، مضادة للفيروسات، وتم معايرتها وتصنيعها في كلية الصيدلة على شكل كريم يطبق لعلاج هاي الآفات كبديل عن المعلاج التقليدي اللي هو المضاد الفيروسي الشائع اللي تم استخدامه، وفعلاً عطى تأثير كتير رائع. هذا البحث هلأ طور النشر، بالإضافة إلى نشر من هذا البحث مقالة عن المعالجة بالليزر للهيربس أو الحلق الشفوي بمجلة Q1، هي من أهم مجلات طب الأسنان حول العالم. وبصراحة وصدقا أنه نحن لما قدمنا هذا البحث للمجلة كانت الكومنتس أو التعليقات للريفيورز المحكمين كلها تعليقات إيجابية، وما بنسى في جملة أنه هذا البحث سيضيف إلى هذا الميدان الكثير نتائج هذا البحث اللي أنتجته. فنحن بضمن تخصصنا عم نشتغل على الأمراض يلي عم تصيب الأفراد بمجتمعنا، على ابتكار معالجات حديثة ورائدة وغير مسبوقة، وعم نسجلها وعم ناخذ عليها براءات اختراع لضمان حقوقنا ولإثبات فعالية هالمعالجات وحقنا فيها نحن. أكيد أكيد. قديه نحن
سوري سلمى، قدي نحن فعلا فخورين فيك دكتورة، فخورين بكل الأطباء السوريين اللي أثبتوا بسنوات طويلة إن كان من الحرب أو غير فترة الحرب تفوق الإنسان والمبدع السوري وتفوق الطبيب السوري. واليوم تحية كتير كبيرة خاصة للأطباء يلي ما زالوا موجودين بهذا البلد وعم بيقدموا وعم يعطوا، وفخورين فيك دكتورة. شكرا كتير لتلبيتك الدعوة وإنك موجودة معنا لليوم. شكرا لكم. شكرا شكرا لك ولوجودك. شكرا معنا.